هدهد طيرة غضبت لما لقت ناس بيعبدوا الشمس، قال فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف الطيرة دي خلت الأكل وخلت الزرع، بقت تعاين في البشر ديل، تعاين في البشر ديل، بشر ناس غريبين يا أخي، رجال بشنبات ساوين الملك بتاعهم مرة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الأدهى والأمر وجدتها وقومها يسجدون لشنو؟ الشمس. إذا كان طيرة بتغضب لله، طيرة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن شنو؟ يا هدى السبيل. شفت السبيل الحق ده التوحيد ده. وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، الناس زي ما يسجدوا لله، هل لا سجدوا لله سبحانه وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ ولذلك يا جماعة الإنسان يوحد الله ويكون عنده غيرة على التوحيد وغيرة من أهل الشرك ديل. ناس ما بيخجلوا يا جماعة، ناس ما بيستحوا في هذه البلاد وفي غيرها. زول يا جماعة مات براحة كذي، زول مات مات، يغسلوا ويكفنوا ويدفنوا ويقولوا الله يرحمه والله يتجاوز عنه، ولا يشيلوا أربع رجال في أكتاف ودوا المقابر ويدفنوه ويمشوا يعتر وينادوه، أخير ياتا الأولى ولا الثانية؟ وزول مات أنا بناديه، واسي أنا عندي حيطة واقعة، البنا ده ما مش ليه في البيت العصر، ها معلم بكرة أنا حاجزك وكذا وفي حيطة لازم تجي تبنيها لي، ومرات تدي عربون، مرات تدي قروش ذاته، وبراوة البنا ما بيقدر، بيجيب معاه شنو؟ طلبة. ده حي ومجمق في الفريق وما قادر براوة، يجيب معاه مساعد عشان يبنوا حيطة. زول عربية دارة تنقلب ينادي له ميت، كذا سيدي يحلوها كيف ذاته؟ لك مشاكل في البلد ده، عشان كده احنا ما قادرين نتقدم لقدام، ما قادرين، زي ما قال اخونا شيخ ضحاويه قال جداد يحمروه يظبطوه بعد ده مسيخ مسخوا الشرك ده، والله قال اي شيء مسخوه علينا، بلد كلها زراعه يا اخي ما قادرين ناكل زي وانا ما مشكله ناكل، صحابه دين ربطوا حجار رضي الله عنهم، خايفين على الناس، والله يا جماعه خايفين على الناس من عذاب الله. يعلم الله المستوي على العرش أننا نخاف عليهم وعلى أنفسنا من عذاب الله تعالى. يا جماعة الزول لو زوجته ما خلقها، الزوجة دي ما خلقتها، قالت ليك أنا بحبك إنت وبحب ود الجيران، ما بتشيل عكازك يا مرأة كذا، يقول لك كلام غير ده، لا لا بس أنا بس الموضوع ده ما بخليه، أنت ما بتتضايق؟ نحن ما قلنا لك شيل عكاز يا اخي، انت الله ده خلقك عديل، خلقك عديل، تقول لا انا بناديك ونادي فلان، هي دي انت ما خلقتها، دي ما بترضى كلام، تقول لا انا بنادي بناديك انت الله وبنادي فلان، وفلان عنده شنو؟ فلان عنده شنو؟ هسي دي ده كوز كوز شالوا فلان ده، انا داير اشرب عطشان، بقول لي محمد ده شايل، اقول له اديني اشرب، ولا اقول لي ذاك العطشان الزي، اقول له اديني اشرب، مش للي عنده الرزق منه اجاب الفقي شنو؟ انا داير الفقي ده تدخلوا في الموضوع ده شو؟ الجنب يدي منه يا جماعه، الله الفقي تدخلوا في الموضوع شو؟ الكربه اللي بيرفعها منه الله سبحانه وتعالى، ده تدخلوا شنو؟ ده واسطه، الواسطه بجيبوها لشنو انت قال؟ الواسطه بجيبوها لواحد من اثنين، يا عشان الزول اللي عنده الشركه او عنده المصنع ما بعرفك انت،
انا داير اخش في مصنع والمصنع ده انا سيد المصنع ما بيعرفني, بيقوم بيعرف فلان, بيعرف شيخ نورين ده محمد ده, يقوم محمد يمش له يقول له يا اخ والله احمد ده زول شغله تمام وزول عنده خبره والزول ده زول امين والزول ده زول نشيط والزول ده زول بيلتزم في الشغل, الزول ده وظيفته شنو الواسطه؟ عرف سيد المصنع حال شنو؟ في مخلوق الله ما بيعلم حاله, انت خاشي واسطه ليه؟ انت خاشي واسطه ليه؟ دي واحد. اثنين, يكون بيعرف حالك لكن ده بيقرب الزول الدار الشغل لسيد الشغل, بيقربوا له توسط له. الله سبحانه وتعالى قال لك لو دار تقرب مني اي تجيني عديل, ما تجيب لي فلان وعلان من الناس. واذا سالك عبادي, واذا سالك السؤال الكلام ده للرسول عليه الصلاه والسلام, قال للعباد لما يجوا يسالوك انت يا محمد واذا سالك عبادي عني كان سالوك ايوه اها تعمل شنو؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب شنو؟ دعوه الداعي اذا شنو؟ ما اذا جوك انت يا محمد وانصح سالوك قالوك اها ابعيد ربنا فنناديه قريب فنناجيه, سالوك عني ما قال له لو داير الزول لو داير خير يجيك انت يا محمد حتى يجيني انا, لا لا. واذا سالك عبادي, هم عبادي انا, هم عباد الله, واذا سالك عبادي عني جاوب براو, ما قال لي قل, لا لا, فاني هم سالوك انت لكن بجاوب انا لانه الموضوع ده ما داير واسطه. فاني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, تكيف بس ترفع يدك لله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم شنو؟ ده الرشد, الرشد في الدعاء والرشد في التوحيد, وضد الرشد السفة, ضد الرشد السفة. ولذلك من السفة أن تدعو غير الله, ومن السفة أن لا تسأل الله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اسأل الله يا أخي, ضرع لي الله ده ميت يا أخي, زول بتنادي ده ميت, أموات غير أحياء. والله أنا يا جماعة لقيت القرآن ده ما في كلام أقوى منه, لأنه ما بخلي لك مجال للشك. لما نتكلم في السحر ويتعلمون ما يضرهم وشنو؟ لو قال ما يضرهم كفاية ولا ما كفاية؟ كفاية, لكن عشان ما تقول لا يمكن الناس ذي يكون عندهم ما يضرهم ولا ينفعهم, بيكفي لك الباب طق, ما بخليه متاكع, بيكفي لك الشر كله, ما بخلي لك مجال انت تفكر في شرك. الله قال اموات كفايه, لكن عشان يزيد لك الحق حق حقا, اموات غير احياء, غير احياء اموات, يا اموات غير احياء. وتاني وما يشعرون ايان يبعثون, تاني دار اكثر من كده. ولذلك يا جماعه الموضوع طويل جدا والله الذي لا اله غيره. الناس تدعو الله, تتوكل على الله, ما تدعو ميت, ما تدعو غايب, ده ما, وبعدين ده لو عنده يا اخي بيخليك. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي, خزائن الرحمة لو مسكوها للبشر, خزائن الرحمة كلها. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن الله كريم, الله بيديك ما عندكم ينفد وما عند الله باق, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
نادي الله يا أخي. درع عليه ولقد نادانا نوح، ما الله ما قال فاستجبنا له، ولقد نادانا نوح فلنعم كذا، انت ما تفكر فيه، فلنعم شنو المجيبون. تسأل الله جل وعلا وتتضرع لله وتتعلم من دعاء الأنبياء، شوفوا من كسروا لله كيف. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، يا الله ما تخليني براي، شوفوا الانكسار ده كيف. وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له فوهبنا له يحيى وأصلحنا له شنو البيصلح منه الله سبحانه وتعالى. عشان كذا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا لا تمش ليه فكي. شوف ليه الجنة ما عنده شيء، ما عنده. أنا أقسم بالله واحد في السلمة قال لي خش الحلقة، إننا حلقة كان الله يتقبل يوقفك، خش الحلقة قال والله يا جماعة أنا كنت بشرب كباية بيسكر، كنت بشرب كباية، مشيت للفكي أسي بقيت أشرب كبايتين. يعني ده جاي كحيلة شنو، أما إذا صح التعبير يعني. ما أقول يا أخي فكي بتاع شنو يا أخي، الهداية بيد الله. قال تعالى في سورة يونس قل انا والله لا، دي شفتها عجيبه مره واحده. اي زول يقول لك ده صالح وده زول عابد وده عنده مكانه عند الله، اقرا له الايه دي، شوف الايه دي عجيبه كيف. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، هل بيملك الهدايه منه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. انت بتعتقد في الشيخ ليه؟ الشيخ مهتدي، الشيخ صالح، وانا دار اتقرب لي الله، الله دي ما دايره. الا لله الدين الخالص، الله دار دين نظيف، لا فيه شيخ لا بخره لا محايا لا حجاب لا تراب لا، كله نظيف تمش ليه وكذي، يا الله براك بس سبحانه وتعالى. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، الجواب لا. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ده صالح، صالح كيف البقاو صالح منه الله سبحانه وتعالى. هو الصالح ده بيقدر يبقي غيره صالح؟ لا ما بيقدر. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والزول ما بيقدر يهتدي براه، خليه يهدي غيره. طيب أفمن يهدي إلى الحق، قال ابن كثير الله تعالى قال أفيعبد العبد الله الذي يهدي إلى الحق أم يعبد عبدا لا يهتدي إلا أن يهديه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. يهدي قال ابن كثير أصلها يهتدي، يعني ده اللي اهتدى ده ما قادر يهتدي أصلا إلا بعد أن هداه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أم من لا يهتدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وبعدين يا أخي القرآن ده واضح، قالك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الحسن البصري قال ابن آدم، يعني يا ابن آدم ذنبك ذنبك، يعني احذر ذنبك ذنبك، إنما هو لحمك ودمك. لو أن الناس، والله كلام الحسن ده عجيب مرة واحدة، قال لو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيته، ولو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت
ما نفعتك طاعته. خلقت وحدك، تموت وحدك، وتبعث يوم القيامة شنو؟ وحدك. براك بتقوم، داك بيقوموا براو، انت براك. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.